السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتقول الطاقة الإيجابية يا دكتور انت بتدينا طاقة إيجابية حلو قوي، انتوا جبتوا برضو الكلام ده منين؟ يعني جبتوا منين ان في حد بيدي حد طاقة؟ عشان نفهم، عشان تبقى فاهم صح، وفي حاجات كتيرة هتترجم صح في مخك. الطاقة ما بتنتقلش من شخص لشخص، يعني لما تروح مؤتمر تنمية بشرية ويخليك تسخن قوي كده بعد يوم او يومين بتروح ليه؟ لانه ما ادكش طاقه، هو سمعك كلام فانت افتكرت ان الموضوع سهل. الطاقه اللي ربنا خلقها لكل واحد لنفسه، انا الطاقه بتاعتي عشان اوصل لاهدافي، عشان احقق احلامي، عشان اوصل لمستوى اجتماعي احسن، مستوى مادي احسن، اوصل لاحلام ابعد، كل لما اقوم تاني اشوف الدنيا بمنظور اكثر ايجابيه لي انا. انما انا ما اقدرش اديك طاقه ايجابيه، الطاقه الايجابيه لازم تكون عندك انت. طيب يا دكتور ان انا ما عنديش طاقه ايجابيه او ما بعرفش اخد طاقه ايجابيه، مش هينفع تاخدها، لازم تستخدها من جواك. لو الطاقه الايجابيه مش موجوده من جواك عشان ما فيش رغبه بجد. لو انت عندك رغبه في الشيء هتلاقي طاقتك موجوده وطاقتك عاليه. انت لما تكون عايز مثلا بتحب واحده، انت ممكن تروح لها لاخر الدنيا وانك وتفضل مكمل لغايه ما تتجوزها، وانك مهما الموضوع صعب عليك تفضل مكمل وعلى طول بتوحشك. ليه؟ الطاقه دي جايه منين؟ عشان عندك رغبه. كذلك الاحلام، كذلك الاهداف. لو عندك هدف بجد ورغبه بجد على طول طاقتك هتبقى متجدده، مش مستني تسمع من حد حاجه تخليك تتقدم لقدام. وده برضو نفس النقطه اللي بيقولوا الناس يا دكتور انا ببتدي وما بكملش. انت بتبتدي وما بتكملش عشان انت رغبتك مش حقيقيه. انت اظن لما تبتدي اكل بتكمل صح؟ لما تبتدي يعني موضوع حب هتكمله لاخر، ولما تبتدي عاوز ذنب معين ما بتقفش في النص صح، بتكمل للاخر ورغبتك لغايه الاخر صح. ليه؟ عشان دي رغبه بجد، عشان انت عايز الموضوع ده بجد، عشان انت حابب الموضوع ده بجد. فانك تيجي بقى في الاهداف تقولي لا اصل انا ما مش بكمل، اشمعنى؟ عشان انت مش جد، عشان ما انت عندكش رغبه بجد. يا اما الهدف غلط، يا اما انت انسان مش مسستم دماغك انك توصل لاهداف وتخلصها، فتتعود اتعودت انك تبطل مره، تبطل مرتين بقت عندك عاده، تبتدي وتبطل. الفرق يا حبيبي بين الناجح والفاشل ان الناجح ليه نفس، ماليش نفس. حتى لو فقدت الرغبه لازم اوصل لهدفي. انا ساعات برضو باحبط، ساعات برضو بيبقى عنديش رغبه اكمل ان انا اوصل لهدفي، بس لا انا عملت كوميتمنت، عملت عهد مع نفسي ان انا مش هقف الا لما اوصل للهدف ده. خلصت، بقت عادة، حولت الرغبة دي مع مرور الوقت ان انا عادة ان انا اوصل لاهدافي. الحاجة الوحيدة اللي بتقدر تمشيك كتير قوي العادات. انت لو ما عندكش عادة النجاح عمرك ما هتبقى ناجح. انت لو ما عندكش عادة انك تفضل مكمل حتى لو انت زهقان عمرك ما هتبقى ناجح. انت لو ما خدتش عادة انك مهما تقع تقوم تاني مش هتوصل، هتقع في النص. فهمت؟ عشان ما تتوهش مني الطاقة الإيجابية جواك. ما عندكش طاقة يبقى ما عندكش رغبة. الرغبة دي تخرج منين؟ لو عندك صدق ان انت عايز توصل لحاجة، وانك ربيت عادة انك توصل لأهدافك، ربيت عادة انك توصل مهما كان الطريق صعب. الشباب الصغير دلوقتي اللي بيقول حاطين في دماغهم الدنيا صعبه، انا مش هقدر اكمل، انا او محدش يعني حدش في اللي حواليا نجح، اشمعنى انا؟ الافكار دي لما تدخل مخك رغبتك هتنطفي. الرغبه حاوطها، اقفل ودانك، اقفل كل حاجه عليك وحس بالصوت اللي جواك. ايه اللي بيخليني اصحى 6 الصبح عشان عاوز اكمل المشوار، او عاوز اكمل اقرب من هدفي اكتر؟ ايه اللي بيخليني مش عايز انام الا عشان اشتغل اكتر؟ ايه اللي بيخليني عايز اليوم 48 ساعه عشان اقرب لهدفي اكتر واكتر؟ مفيش حد بيدي طاقه ايجابيه. لو ما عندكش طاقه من جواك دور على حاجه تكون رغبتها مولعه جواك. لو الرغبه دي اتوجدت هتوصل بسهوله لاحلامك الكبيره البعيده العظيمه. افهم نفسك عشان تنجح. لو ما فهمتش نفسك يا فرحتي بعلام الدنيا كله وكتب الدنيا كلها، وانت مش فاهم انت متسيستم ازاي، مخك بيفكر ازاي، عاداتك الحلوه والوحشه ايه. اقعد مع نفسك بدل ما تقعد قدام التلفزيون ولا على ماتش ولا على قهوه. افهم نفسك كويس عشان ده اللي هيوصلك تبقى مليونير، او توصل انك تبقى ناجح او مشهور او محقق اهدافك. 5% بس من العالم عايشين احلامهم.
اعرف بيعملوا ايه واعمل زيهم. كلامي واضح؟ شير الفيديو. سلام.